سالي عزمتني يا بات في الفندق. ماشي معاك يا عم، مش بديه ماشي معاك قوي يا عم. روح فوق، انت بتهزر. ثم دي ما بتقنيش، وانا ماليش فيها قوي برضو. ايوه على قولك. بص الجتة اهي سالي. انت واجع في حب سالي. لا مش صح، بتحبها. مش ممكن. اسمع بص، انت بتحب سالي. ايه ده، اكدت لي انك مش سالي. بتحبها. ممكن تبطل؟ ابطل ايه؟ تبطل تسوق بظهرك، انت موترني كده، هتخيش في حاجه. اخيش فوق، انا احسن واحد يسوق بظهرك. بص عليا يا حبيبي وانت تشوف. انت بتعمل ايه؟ حاسس باطل باطل مجنون. ما يهمنيش اعرف رايح فين، المهم ارجع مطرح ما كنت. يا انت كنت مدهش، بتعمل كده ازاي؟ بدايات الجناب. هجيب لك اتنين وعلمك لو تحب. ماشي، ممكن يفيدوني في السباق. هو السباق بتاعك ده مهم بالنسبه لك كده ليه؟ ده مش مجرد سباق، ده سباق كاس البستون. انا فضلت احلم بيه طول عمري، هبقى اول فتى صاعد في التاريخ كله يكسبه، ولما اكسبه هترعاني شركات كبيره موت، طيارات هليكوبتر، وبطل اعلانات كريم ابو لمعه، والسيارات الكهنه المصديه. ومالها بقى السيارات الكهنه؟ بص مش قصدي انت يا ماطم، السيارات الكهنه التانيه، فاهم؟ ما اقصدكش، انا بحبك. خلاص حصل خير. بقول لك ايه، ينفع تركبني هليكوبتر من اللي بتقول عليهم؟ أصلي طول عمري نفسي أركب مرة طيارة هليكوبتر. ممكن طبعا حقيقي؟ أيوة، اللي نفسك فيه. كنت عارف اختياري طلع في محله. في إيه؟ لأعز صديق لي. أشوفك بكرة يا صاحبي. نخلتين في العلال يا بنزين يا سالي يا كاتاكا يا بلا.